نشرة المساء للأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية، أهلا بكم. وفي عناوين ثالث نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، رئيس الجمهورية قيس سعيد يصل اليوم إلى الجزائر للمشاركة في الاحتفال بالذكرى 70 لاندلاع ثورة التحرير الجزائرية. وزارة التجارة تقرر تحديد الأسعار القصوى عند الانتاج للدجاج الحي عند الانتاج ب 5300 مليم للكيلوغرام الواحد بداية من يوم غد. الإعلان عن إطلاق أول محضنة لمرافقة وتأطير أكثر من 100 شركة أهلية في طور التأسيس. في العالم، أكثر من 70 شهيدا فلسطينيا في قصف صهيوني على شمال قطاع غزة. ولبنان يؤكد أن أوامر الإخلاء التي يصدرها جيش الاحتلال إلى المدنيين اللبنانيين جريمة حرب، ويطالب الدول الفاعلة بالضغط من أجل وقف العدوان الصهيوني. تفاصيل الأنباء. وصل رئيس الجمهورية قيس السعيد مساء اليوم إلى الجزائر تلبية لدعوة من أخيه رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة عبد المجيد تبون للمشاركة في الاحتفال بالذكرى 70 لاندلاع ثورة التحرير الجزائرية. في إطار مقاومة الزيادات المشطة في الأسعار ولمزيد دعم القدرة الشرائية للمواطن، قررت وزارة التجارة والتنمية الصادرات تحديد الأسعار القصوى عند الإنتاج لبيع الدجاج الحي ب 5300 مليم للكيلوغرام بداية من يوم غد الأول من نوفمبر 24/2000. وتدعو الوزارة كافة المتدخلين في التزويد بهذه المنتجات تأمين انتظام تزويد السوق بالكميات الكافية منها، واحترام الاسترسال القانوني لمسالك التوزيع، والتعامل حصريا بيعا وشراء عبر المسالك المنظمة. كما تذكر أن كل مخالفة لأحكام هذا القرار تقع معاينتها وتتبعها وزجرها وفقا لأحكام القوانين والمراسيم الجاري بها العمل. تتواصل مساء اليوم بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم جلسة الحوار المنعقد بمناسبة انطلاق دورته النيابية العادية الثانية بحضور وزير التربية نور الدين النوري. مراجعة الزمن المدرسي والوضعية المالية للإطار التربوي وضرورة مكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية واهتراء المؤسسات التربوية ومراجعة التوزيع الجغرافي للمؤسسات التربوية في الجهات التونسية وتوفير النقل المدرسي أبرز المواضيع التي تطرق إليها النواب في مداخلاتهم في إطار النقاش العام. وخلال الحصة الصباحية من جلسة الحوار بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، توقع وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أن تكون نسبة النمو لكامل سنة 24/2000 في حدود 1.6% مقابل 0.3% في سنة 23/2000. وبخصوص التعاون الدولي المالي والفني، جدد الوزير التأكيد على أن تمويل الاقتصاد التونسي يقوم على معاملة ندية في ظل اختيارات تونس السيادية. الدولة ما عندها حتى إشكال مع القطاع الخاص الوطني وكذلك الأجنبي اللي يعمل في نطاق القانون، وأكدنا على حرص الوزارة على تحسين مناخ الاستثمار بالطبيعة بالعمل مع باقي الوزارات بالنسبة لمحور التعاون الدولي المالي والفني. حرص الوزارة على توفير التمويلات الضرورية للاقتصاد التونسي، وأكدنا لهنا أنه هالتمويل هذا يصير في نطاق تعاون ثنائي وتعاون متعدد الأطراف، ولكن يصير بمعاملة الند للند بتأكيد على اختياراتنا الوطنية وهي اختيارات سيادية. دعا عدد من أعضاء مجالس إدارة الشركات الأهلية خلال مشاركتهم اليوم في الندوة السنوية الأولى حول الشركات الأهلية بين دورها في التنمية المحلية وصعوبات التمويل التي نظمتها اليوم بالعاصمة المنظمة الوطنية لرواد الأعمال، دعت إلى ضرورة الترفيع في سقف تمويل المشاريع وتبسيط الإجراءات الإدارية لفائدة الشركات الأهلية. المنسقة الجهوية للمنظمة الوطنية لرواد الأعمال في تونس أم السعد نصر أكدت في تصريح للزميلة تبرا نعيمي أن من أبرز الصعوبات التي يتعرض لها باعث وشركات الأهلية عدم الإلمام بالقوانين وصعوبة النفاذ إلى مصادر التمويل والمرافقة. المشكل الأول هو عدم فهم القوانين المتعلقة بهذه الشركات، المشكل الثاني هو مشكل التمويل، المشكل الثالث هو مشكل المرافقة يعني والدعم وتأطير تكوين هذه الشركات. يعني هذه الشركات إن شاء الله ستكون لها جدوى كبيرة خاصة في المناخ المحلي، ولكن هذا يرتبط
بتوفير المناخ الاقتصادي الجيد لها، بتطويرها، بتطوير التشريع، بتطوير يعني كل الفاعلين حواليها يعني يكونوا مهتمين بهذا، وهو خيار وطني. نحن اليوم أمام وضعية اقتصادية يجب أن تنمى، يجب أن نبلغ درجات كبيرة، والشراكة هذه الاجتماعية مهمة جدا. ونظرا لهذه الصعوبات، قالت المنسقات الجهوية للمنظمة الوطنية لرواد الأعمال في تونس أم السعد نصر إنه سيتم بعث محضنة صلب المنظمة تضم كافة الشركات الأهلية التي يناهز عددها 104 شركات بهدف حسن تأطيرها. نظرا للصعوبات التي يعانيها يعني أصحاب الشركات الأهلية، ونظرا لأنه حتى الإطار القانوني ليس لهم فهم لهذه الوضعية، فهذه المحضنة التي ستبعث بداخل المنظمة ستكون فيها من الخبراء والمستشارين اللي يقوموا بمرافقة بعث الشركة الأهلية. سيتم دعم معناتها من ناحية التكوين، المرافقة، الربط مع البنوك، توضيح الإطار القانوني، يعني كما يدل اسمها محضنة، يعني سنحتضن بطريقة إيجابية كل الشركات التي ستأتي إلى المنظمة وستكون معنا يعني في هذا الخيار الوطني. ونحن جنود الوطن لابد أن نقوم بدور ريادي من أجل الاقتصاد التونسي، من أجل يعني إفادة كل الذين سيقومون بشركة أهلية. أفاد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة العميد شكري الجبري بأن مصالح الديوانة حجزت في إطار مكافحة التهريب سلعا ومنتجات مهربة خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية ناهزت قيمتها 410 ملايين دينار إلى حدود سبتمبر المنقضي. من جهة أخرى، أسندت الإدارة العامة للديوانة اليوم صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد ل17 مؤسسة اقتصادية ليصبح العدد الجملي المؤسسات المتحصلة على هذه الصفة 182 شركة بنسبة 20% من قيمة المعاملات الديوانية. رئيس مكتب المتعامل الاقتصادي المعتمد العقيد قيس بن زايد أكد في تصريح لصلوح البكاري أن هذه الصفة تمكن المؤسسات من عدة امتيازات باعتبار أنها منضبطة ومحل ثقة من الديوانة التونسية. صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد هي صفة يمكن منحها لكل مؤسسة تصدر البلاد التونسية وتمارس نشاط يتعلق بالتجارة الخارجية أو اللوجستية، يلزمها تستجيب إلى جملة من الشروط. بالنسبة للصفة هذه اليوم مش نمنحوا 17 مؤسسة، هكا يولي العدد الجملي للمؤسسات 182 مؤسسة، يمثلوا حوالي 20% من الفوليوم بتاع المعاملات الديوانية. كإدارة عامة للديوانة 9 شهور الأولانيين قبلنا أكثر من مليون تصريح ديواني، 165 اكتتبوا حوالي 200 ألف تصريح ديوان. كيف من ناحية المبادلات التجارية يمثل حوالي 9.9% من قيمة المبادلات التجارية الجملية للتسعة أشهر الأولى من سنة 2024. الصفة هذه تمنح المؤسسات عدة امتيازات، من أهمها الرفع الفوري للبضائع من النقاط الحدودية دون إجراء المعاينات الفعلية. الإدارة العامة للديوانة تمنح امتيازات للمؤسسات هذه، على خاطر المؤسسات هذه مؤسسات منضبطة ومحل ثقة متاع الإدارة العامة للديوانة. وأضاف العقيد قيس بن زايد أن الهدف من إسناد صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد دعم التصدير والقدرة التنافسية وتسهيل اقتحام المؤسسات التونسية الأسواق الخارجية. باب الإدارة العامة للديوانة مفتوح لقبول المطالب ولمساعدة المؤسسات على الحصول على الصفة هذه. نوتر أوبجكتيف بالطبيعة كإدارة عامة للديوانة هو ندعم التصدير، ندعم القدرة التنافسية للمؤسسات هذه، نسهل لهم اقتحام أسواق خارجية البرة. شروط أساسية ورئيسية، يجب تكون وضعية ديوانية المؤسسة سليمة، وضعية الجبائية المؤسسة سليمة مسواة، ووضعية تجاه الصناديق الاجتماعية كيف سليمة، لازم تكون عندها قوائم مالية وإلا وضعية مالية المؤسسة سليمة. بمناسبة التعداد العام للسكان والسكنة المزمع انطلاقه في 6 من نوفمبر المقبل، افتتح اليوم بالمعهد الوطني للإحصاء معرض توثيقي للتعداد العام للسكان والسكنة والذي يوثق 130 سنة من تاريخ التعداد في تونس. كاهية مدير التوثيق والعلاقات مع المستعمل في المعهد الوطني للإحصاء هلا التازية: المعرض هو مساهمة في الحملة التحسيسية لعملية تعديل 2024. الهدف منه هو توثيق ذاكرة التعديل في إطار بطبيعة عملية التعديل العام السكان والسكنة ل 2024، وفي إطار تثمين 130 سنة تعديل.
المعهد الوطني للإحصاء يحتوي على أرشيف هام وثمين ليحفظ تاريخ المعهد ويحفظ رصيد يعود إلى سنوات 56 وحتى قبل 56. قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس بسجن صانعة محتوى على شبكات التواصل الاجتماعي لمدة 4 سنوات ونصف ورفض الإفراج عن 4 آخرين، بالإضافة إلى تأخير النظر في شأنهم إلى يوم 7 نوفمبر القادم، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم محكمة تونس واحد في تصريح للأخبار. هذا ومثل 5 صناع محتوى اليوم أمام هيئة الدائرة الجناحية بالمحكمة، وذلك لمحاكمتهم من أجل تهم تتعلق بمضايقة الغير والتجاهر عمدا بفاحشة والظهور بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة أو منافية للقيم المجتمعية من شأنها التأثير سلبا على سلوكيات الشباب. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn. في العالم، استشهد 75 فلسطينيا اليوم في الغارات الإسرائيلية المستمرة على مناطق متفرقة من قطاع غزة، بينهم 72 ارتقوا في قصف على شمال القطاع. وطالت أعمال القصف الصهيونية بيت لاهيا ومحيط برج الشفاء غرب مدينة غزة وحي الصبرة جنوب المدينة ومخيمي جباليا والنصيرات وبيت حانون. في الأثناء قالت كتائب القسام إن مقاتليها استهدفوا ناقلة جند غرب معسكر جباليا، كما دمروا دبابة ميركافا بعبوتين شديدتي الانفجار غرب المدينة. سياسيا، بحث رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA ويليام بيرنز اليوم في القاهرة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الجهود المشتركة للتهدئة في قطاع غزة وسبل دفع المفاوضات للوصول إلى وقف لإطلاق النار وتبادل الأسرى إلى جانب النفاذ الفوري والكامل للمساعدات الإنسانية للقطاع. يأتي ذلك في وقت شكك فيه مسؤولون أمريكيون من أن تؤدي الجهود الدبلوماسية هذا الأسبوع إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة يوم 5 نوفمبر. وعلى الجبهة اللبنانية، أفادت مصادر صحية باستشهاد 6 مسعفين وإصابة 4 آخرين بغارات إسرائيلية جنوب لبنان. كما استهدفت غارات صهيونية مدينة صور ومحيط بلدتي تبنين وأرزاي جنوب لبنان ومناطق في البقاع شرقي البلاد. في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 15 عسكريا خلال 24 ساعة الماضية، 11 منهم أصيبوا في لبنان وأربعة في غزة. وقال إنه رصد إطلاق 30 صاروخا من لبنان باتجاه الجليل واعترض عددا منها، فيما دوت صافرة الإنذار في أفن منهاحم وشوميرا وزرعيت وشتولة بالجليل الغربي. وأعلن حزب الله قصف تجمع لجنود الاحتلال جنوبي بلدة الخيام وثاكنتي زرعيت وراميم وكرمائيل ومجد الكروم في الجليل، بالإضافة إلى منطقة الكواخ بسهل الحولة بدفعة صاروخية. وكانت مصادر عبرية أقرت خلال الساعات الماضية بمقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين في سقوط قذائف من لبنان طالت الجليل الأعلى، كما أعلنت عن مقتل 2 بسقوط الصواريخ على المناطق الشرقية لخليج حيفا وسط أنباء عن إصابة خطيرة جراء قصف على منطقة كريات. هذا وأبلغت الحكومة اللبنانية الهيئات الدبلوماسية الفاعلة في المنطقة بأن الأوامر التي أصدرها اليوم الجيش الإسرائيلي للمدنيين اللبنانيين بإخلاء مناطقهم قبل استهدافها جريمة حرب إضافية تضاف إلى الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في لبنان، وطلبها بالضغط على تل أبيب لوقف عدوانها. يأتي ذلك في وقت يجري فيه مبعوثان أمريكيان محادثات في إسرائيل من أجل التوصل إلى اتفاق تسوية سياسية خلال الأيام القليلة القادمة. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي مع أقمر الغربي. أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أن إصدار الجيش الإسرائيلي اليوم الأوامر إلى المدنيين اللبنانيين بإخلاء المدن التي يقطنونها قبل استهدافها جريمة حرب إضافية تضاف إلى سلسلة الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني من قتل وتدمير وتخريب. وأكد أنه أبلغ الهيئات الدبلوماسية الفاعلة بذلك مطالبا إياها بتكثيف الضغط على
إسرائيل لحملها على وقف عدوانها على لبنان. وأضاف أن الموفد الرئاسي الأمريكي أموس هوكشتاين تعهد خلال لقائه ما أمس في بيروت بالسعي من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار تمهيدا لبحث سبل تطبيق القرار الأممي رقم 1701. في الأثناء يجري اليوم مبعوثان أمريكيان محادثات مع مسؤولين إسرائيليين من أجل إيجاد تسوية سياسية تنهي الحرب الإسرائيلية على لبنان وغزة وفق بيان الخارجية الأمريكية. محادثات تأتي في وقت تأمل فيه الإدارة الأمريكية في التوصل إلى اتفاق إطاري خلال أيام، في حين أن الحكومة الإسرائيلية تعمل على تحييد حزب الله وشل قدرته على إطلاق الصواريخ وتمكين سكان شمال فلسطين المحتلة من العودة إلى منازلهم. ونقلت هيئة البث العبرية عن وزراء في المجلس الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية تأكيدهم أنهم يضغطون من أجل تعديل مسودة الاتفاق التي اقترحتها واشنطن لإنهاء الحرب في اتجاه منح الجيش الإسرائيلي الصلاحيات الواسعة المزمع منحها إلى الجيش اللبناني، ولا سيما فيما يتعلق بتفكيك منشآت حزب الله العسكرية ومنعه من التسلح. وحسب مصادر عبرية فإن مسودة الاتفاق تقضي بالخصوص بانسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان خلال أسبوع، وذلك بالتزامن مع انتشار الجيش اللبناني في جنوب البلاد. كما أنه يدعو الجانبين اللبناني والإسرائيلي إلى الالتزام بقرار مجلس الأمن 1701 في إطار هدنة بثلاثة أشهر يتم خلالها إيجاد منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني خالية من السلاح ومن المسلحين باستثناء القوات اللبنانية وقوات اليونيفيل. ختام هذا الموعد الإخباري قدمناه إلى حضراتكم من الإذاعة الوطنية التونسية، وهذا أبرز ما جاء فيه في عناوين. رئيس الجمهورية قيس سعيد يصل اليوم إلى الجزائر للمشاركة في الاحتفال بالذكرى 70 لاندلاع ثورة التحرير الجزائرية. وزارة التجارة تقرر تحديد الأسعار القصوى عند الإنتاج للدجاج الحي ب 5300 مليم للكيلوغرام الواحد بداية من يوم غد. الإعلان عن إطلاق أول محضنة لمرافقة وتأطير أكثر من 100 شركة أهلية في طور التأسيس. وفي العالم أكثر من 70 شهيدا فلسطينيا في قصف صهيوني على شمال قطاع غزة. ولبنان يؤكد أن أوامر الإخلاء التي يصدرها جيش الاحتلال إلى المدنيين اللبنانيين جريمة حرب، ويطالب الدول الفاعلة بالضغط من أجل وقف العدوان الصهيوني. دمتم في رعاية الله.